السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية قبل ما نبدأ كالعادة لازم افكركم بالدعم. الدعم يا جماعة، ما تنسوش قبل ما تتفرجوا على الفيديو تنزلوا تعملوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا الدروس باستمرار. ما تنسوش ان اللي بعمله ده من غير دعمكم ولا ليه لازمة، فده دعمكم ده هو اللي هيخلينا نكمل ونكمل معاكم فيديوهات ونفيدكم ان شاء الله. طبعا للي ما يعرفش، اللي قدامكم دي هي لوحتي الاخيره اللي رسمتها من يومين تقريبا. اول ما نزلتها ناس كتير سالتني في الكومنتات ازاي عملت الخلفيه السوداء بالشكل ده. طبعا في معظمنا او يعني ما كانش كلنا، يعني لما كنا بنيجي نعمل الخلفيه السوداء بيبقى في مشكلتين بتقابلنا. المشكله الاولى يا اما بتلمع بشكل غبي لما بتتعرض للاضاءه، والمشكله التانية ان بيكون صعب جدا ان انا بسن القلم الصغير خالص ده، سواء فحم او رصاصة او اي حاجة، اطلع السواد ده كله بالحجم الكبير ده كله. طبعا القلم هيخلص، هحتاج بتاع 20 قلم عشان اعمل السواد ده كله، وفي الاخر هيسيب لي برضو زي شكل خطوط بتحفر في الورقة، مش هيديني الشكل الانسيابي اللي قدامنا ده. ففي الفيديو ده النهاردة هكلمكم ان شاء الله عن ابسط الطرق اللي ممكن نطلع بيها اللون اللي احنا شايفينه ده ونرسم بيه الخلفية على حجم كبير. قبل ما ندخل في الشرح اللي مش هياخد مننا وقت كبير ان شاء الله، وانا بقلب في السكتش اللي هرسم لكم عليه النهاردة او هشرح لكم عليه، قابلت السكتش الصغير ده. انا كنت رسمه في 2017. السكتش ده انا كل ما اشوفه يا جماعه، مش عارف انا صورته لكم ليه، بس كل ما اشوفه بصراحه بحس براحه نفسيه كده. وش البنت دي مريح جدا. السكتش ده ما خدش منه وقت خالص، وقتها كنت لسه برضو مش قوي يعني، في 2017 ما خدش منه وقت طويل، بس جميل جدا وبحس بكميه راحه فظيعه وانا بشوفه. بس انا حبيت اصوره لكم كده كرزاله يعني، مش اكتر. خلونا دلوقتي نعرف بقى ايه هي الطرق اللي هنستخدمها في اننا نعمل الخلفيه السوداء دي. بكل بساطه هشرح لكم كذا طريقه وانتوا تختاروا اسهل لكم. اول طريقه معانا هي طبعا بقلم الفحم زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع قلم فحم يكون سوفت. انا بستخدم ماركه رافائيل زي ما انتوا شايفين كده، بروب بالسن العريض ده عشان يفرش معايا اكتر. تاني طريقه هيكون الفحم اللي هو الباودر. طبعا مش هنستخدم باودر غالي اللي هو جنرال، لا هنجيب الاكسيد اللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، وحته قطنه زي ما انتم شايفين كده بعملها على شكل كوره، دي اللي هسيح بيها الفحم. زي ما قلت لكم اكسيد فحم ده بيكون رخيص جدا، وفي فيديو مخصوص انا اتكلمت عنه قبل كده. تالت طريقه هتكون معايا هي الوان خشب عادي، لون خشب اسود عادي، بس طبعا ما انصحش بيه بس كان لازم اجربه لكم. من عيوب القلم الخشب الاسود ان هو بيسيب لمعه فظيعه جدا في الاضاءه، ده غير ان سنه الرفيع مش هيديني الانسجام الكبير في الخلفيه اللي انا محتاجه بالشكل اللي قدامكم ده. رابع طريقه معانا هي القلم الايد بي بلاك زي ما انتم شايفين كده، ستادلر ماركه غنيه عن التعريف، وطبعا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير فاتت. واخر طريقه ودي الاهم اللي انا اشتغلت بيها، وهي صباع الباستل زي ما انتم شايفين كده، هو متاكل خالص لان انا اشتغلت بيه كتير جدا. هو شكله هو جديد، بيكون عامل زي كده سوفت باستل، بيتباع بالصباع عادي يعني فرط عند في مكتبات سمير وعلي. سعر الصباع تقريبا 6 جنيه على ما اتذكر يعني. اكتر حاجتين بتستخدموهم او اكتر لونين بتستخدموهم هو الاسود والابيض، اكتر لونين بستخدمه. تعالوا بقى نبدا مع بعض نجرب كده واحده واحده ونشوف مميزات وعيوب ونتيجه كل طريقه في اللي انا قلت عليهم دول. اول طريقه هستخدمها لكم هي القلم الخشب. طبعا زي ما نصحتكم ان هي مش كويسه، فانا بس كان لازم اعملها لكم عشان تشوفوا النتيجه. طبعا هي النتيجه مش هتبان قوي في الفيديو لان طبعا الكاميرات بتضيع الاحساس بتاع القلم اللي انت شغال بيه، انما لو انت جبت قلم خشب دلوقتي اسود وظللت بيه بالشكل اللي انا بعمله ده، هتلاحظ انه بيعمل انعكاس ضوء كبير جدا في اي مصدر اضاءه عندك. مش عارف هو هيبان لكم في الكاميرا ولا لا، مش هيبان قوي يعني، بس انا هحاول بالراحه كده ابين لكم الانعكاس. اهو ظهر اهو زي ما انتم شايفين كده بيظهر. فده من عيوب الالوان الخشب. تخيلوا بقى ان انتم شغالين في خلفيه كبيره بالحجم ده كله وبيظهر لكم الانعكاس ده، فطبعا مش كويس. تاني طريقه هنستخدمها وهي الايد بي بلاك، نجربه. الاحظ ان الايد بي بلاك بيديني اولا غمقان اكتر منه، يعني داكن اكتر من القلم الالوان، واللمعه بتاعته قليله، لكن برضه لو انا شغال في مساحه كبيره هلاقي ان الخطوط بتاعتي مش بتندمج بسهوله، وطبعا عشان سن القلم رفيع وده عيب من العيوب، يعني انا محتاج اشتغل في مساحه كبيره. طيب نشوف الطريقه اللي بعدها هل هي مناسبه ولا لا. نيجي بقى للقلم الفحم، وده يعتبر احسن طريقه في الثلاثه دول، في الثلاث طرق اللي فاتوا دول. هنلاقي ان القلم الفحم بيديني لون داكن اسود داكن اكتر من الاثنين اللي فاتوا، اكتر من الخشب والايد بي بلاك، لكن برضو ما زال السن بتاعه رفيع، الا لو انا شخص محترف شويه هقدر ان انا اداري كل اتجاهات الخطوط بتاعت القلم ويطلع لي اللون الداكن. نيجي لرابع طريقه وهي ما بفضلهاش برضو لان مش بتديني اللون الاسود قوي او الداكن قوي،
لكن بتبقى كويسة في الخلفيات الرمادية شوية. باخد بالقطنة شوية باودر وببدأ أشتغل بأسلوب دائري أو بطريقة دائرية زي ما انتوا شايفين كده، وبفضل أزود في باودر زيادة 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 لغاية ما تديني اللون الأسود. طبعا هي محتاجة باودر، بس أنا بوريكم التكنيك مش أكتر. وأنا بصراحة ما بفضلش الطريقة دي، لأن بحس إن هي مش مناسبة كده، مش واقعية، ما بحبهاش يعني. زي ما انتوا شايفين عمال بكرر الحركة الدائرية وبضغط ضغطة جامدة. طبعا شايفين الفرق من اللون. طبعا هو ممكن يغمق اكتر لو انا اخدت باودر اكتر، بس ده يعني انا بعتبره استنزاف في الخامة مش اكتر. نيجي بقى لافضل طريقة، ودي هي اللي انا اشتغلت بيها في اللوحة اللي فاتت اللي انتوا شفتوها دي، صباع الباستل. وده انسب طريقة من وجهة نظري اقدر اطلع بيه الخلفية السوداء على مساحات كبيرة. ببدأ اعمل تظليل عادي جدا زي ما انتوا شايفين، بس اوعى وحذاري تكون ذكي او تبقى ذكي وتقوم نافخ الباودر اللي طلع مني ده، لان الباودر ده هو اللي بحتاجه. زي ما انتم شايفين كده ببدا اسيح بصباعي بحركه دائريه، وانا بسيح بصباعي بضغط ضغطه بسيطه كده عشان يديني السواد اللي انا محتاجه. شايفين الباودر اللي بيطلع ده؟ اوعى تنفخوه ده، لان ده بيسيح وبيفرش معايا طبقه اكبر زي ما انتم شايفين كده. لو ملاحظين بقى ان الدرجه هنا بتداني السواد الداكن جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت مفيش اي لمعه، وفي نفس الوقت برضو مفيش اي اتجاهات للخطوط، لان انا مش شغال بقلم، انا شغال بصباع بس العريض. فدي انسب طريقه انا بنصحكم بيها ان انتوا تجربوها ان شاء الله في اي خلفيه سودة. واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، واستنوني في درس جاي قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.